كريم، هبدأ بأحلى حاجة النهاردة وهو تأهل المغرب. الحقيقة وفرحة كبيرة جدا لكل العرب والأفارقة، حاجة مشرفة جدا. طبعا أكيد إنجاز تاريخي كابتن إسلام. النهاردة المنتخب المغربي دلوقتي كل دقيقة وكل حاجة بيعملها بتتكتب في التاريخ. صحيح. نتكلم على أول منتخب عربي في تاريخ المونديال يوصل لدور الثمانية، المنتخب الأفريقي الرابع اللي حقق الإنجاز ده بعد كاميرون 90 وسنغال 2002 وغانا 2010. وكمان بقى انا وجهه نظري ان المنتخب المغربي دلوقتي عنده فرصه مش تتكرر تاني. لن تتكرر، برافو عليك. ان هو هيلاعب منتخب برتغالي، وان كان منتخب برتغالي بدون رونالدو. ايوه. منتخب هات له الصوره والنبي، عشان هو انا عارف اصله. هات له الصوره، انا معلش هات له الصوره عشان يعرف رونالدو. برضو احنا بنتكلم عن رونالدو، هات له الصوره يا شباب، هات حطوا لي الصوره عشان اصله كريم، اصله برشلوناوي، فيعني ايه عنده حاجات اهو. الناس دي كلها رايحه لمين؟ لرونالدو طبعا. نعم، لرونالدو طبعا. بس هو قاعد ايه؟ ثانيه بس اكمل كلامي. على الدكه وقاعد ايه؟ بديل. وسايبين مين؟ وسايبين الفريق اساسي كله. لا مش الفريق، برناردو. سايبين الفريقين. ماشي، مش مختلف معاك يا كابتن. وسايبين العالم كله رايحين لرونالدو. تعالى لي تاني بقى. المصورين كلهم واقفين بره الخط. طبعا يعني كل الكلام ده بره الملعب. صح، كلهم دكه يعني. ورونالدو بره الملعب، البرتغال بتحقق نتيجه 6-1. دي انا ما اقدرش اتكلم. صح كده؟ تمام. يبقى البرتغال لابس احمر بالمناسبه. بالظبط. فنقطه مهمه عايزين نقف عندها، ان انا كنت بقول ان دي اهم فرصه للمنتخب المغربي، ان المنافس لو احنا اخترنا منافس من يعني من الثمانيه من السبعه الكبار، السبعه الكبار البرتغال يمكن اللعب معه. صحيح. بس بصراحه المستوى اللي قدموه النهارده من غير رونالدو مستوى مرعب. صحيح. جدا. ليه؟ ان حضرتك ما لعبش خالص؟ لا، نزل في الدقيقه 75، جاب جون تسلل باين. لا هو في خام، بس هو نزل اخر ربع ساعه. الفكره يا كابتن اسلام ايه؟ ان المنتخب البرتغالي ورونالدو في الملعب، وحضرتك طبعا يعني ادرى عارفين، لما يكون الفريق فيه سوبر 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 ستار، اول ما الكوره بتعدي نص الملعب اللعيبه بتبص على السوبر ستار. ليه؟ عشان يديله الكوره زي عندنا. عشان ما يتقمص زي عندنا. يعني. لا، وللامانه حتى كريستيانو دلوقتي وضعه كسوبر سوبر ستار هو عنده مشكله. يعني كريستيانو فنيا امبارح بمناسبه، هخليك تكمل، ولكن بمناسبه الكلام امبارح حد من ضيوفنا كانوا قال لي كلمه رائعه، قال لي هو اوفر كواليفايد لاي حد. يعني ايه؟ يعني السالري بتاعه دلوقتي كبير. ايوه طبعا. على اي نادي في العالم. صحيح. لدرجه ان هو وصل لهذه الدرجه. فهي الفكره، هو حتى يعني هو كمان مستواه كريم ما بيساعدش الناس ان هي حتى تعتمد على ان هو يخوف. يعني هو نجم في الملعب وسوبر سوبر ستار، بس للاسف الكره تحت رجله دلوقتي فيها مشكله. هو نفسه عايز يقول للناس وعايز يقول للناس انا المشاكل بتاعت يونايتد دي، لا ده انا لسه موجود ولسه بلعب ولسه. فالموضوع صعب. فانا هو لازم يعني هي في عقليات يعني طبعا كل لعيب وعقليه العقليه بتاعته، لكن هو لازم يستوعب ده ان هو دوره دلوقتي الافضل ليه ان هو يبقى على الدكه بروحه بقيادته وينزل لو هو يقدر ينزل ويغير. لكن ده في شويه صور على، بس دي مش يعني انا اسف مش هيفهمها غير اللي لعب كوره. ليه؟ لانه هو قاعد، انا لسه كنت بشرحها للاستاذ محمود والاستاذ جمال، هو قاعد مكبر على الدكه ولا وقدامه سانتوس واقف على الخط. أي. فسانتوس بيبص، ما هو اول حاجه المدرب لما يحب يغير بيعمل ايه؟ بيبص وراه. أي. هو مش حافظ يعني مع البتاع ده، فبيبص وراه. فمين اللي في وشه؟ رونالدو. فرونالدو عنده نظره بيقول له ارجوك نزلني. ايوه. عارف فرصه الماتش فتح كمان. عارف النظره دي وال طبعا. لا فلا، فهو الموضوع يمكن حتى ميسي العكس دلوقتي. يعني ميسي دلوقتي في الارجنتين للامانه ده فعلا كاس العالم. يعني انا ما حضرتش 86، بس اسمع ان 86 بتاعت مارادونا. 86 مارادونا. دي فعلا لو جت للارجنتين هتبقى ميسي، لان ما فيش غير ميسي في الفريق. يعني ميسي لو مش موجود بعد التقارير اول امبارح اتكتبت عن ان مش التقارير تقارير حقيقيه، يعني ان ميسي اكتر لاعب في كاس العالم بيمشي في الملعب. بيتمشى. بيتمشى تاني. ما بس تاني. لما يعني هو اول تاني متاكد والله تاني. بس لما الشويه اللي بيفوقهم او الشويه اللي هو بيمسك فيهم الكوره هو دي اللي بتخلي الارجنتين. ايوه بس عشان كده هو قدام، يعني انا بشوف ان الارجنتين قدام هولندا نسخه من ماتش نسخه 98 في فرنسا. برضو الارجنتين لعبت هولندا في دور الثمانيه، وكان الكسبان منهم هيلعب البرازيل في السيمي فاينل. وجيل بقى كابتن اسلام لا تتخيل اقوى بكتير من الجيل الحالي. اورتيجا، باتيستوتا، ايالا، زانيتي، كان حاجه. جيل كان مرعب.
بس هولندا كانت اكثر تنظيما وتكتيكا، يعني كانوا ثلاثه، كان بيركامب وكلويفرت وسيدور نص وديف وادجار ديفيدز واوفرمارس، كانوا يستحقوا اصلا ان هم يتاهلوا النهائي. فريق مش عارف ازاي ده ما خدوش كاس عالم الجيل ده. فريق تكتيك اقوى بكتير من الارجنتين. الارجنتين كان عندها اسماء اقوى عالميه بالظبط. والماتش خلص 2-1 بجول بيركامب طبعا الشهير اللي خده ولما ايالا وحط الكره في البعيده بوش رجله. فاللي عايز اقوله الماتش ده كان حته لعيب بيركامب ده. ايه ده يا جماعه؟ عظيم طبعا. فماتش انا في وجهه نظري ربما الناس كتيره طبعا شايفه مستوى ميسي، وطبعا ميسي عليه زخم عشان ده المونديال الاخير، لكن انا ما اعتقدش ان الارجنتين تقدر تعدي هولندا اذا الامور مشيت طبيعي، لو بنتكلم طبيعي. فانا بشوف يعني ايه طبيعي؟ يعني مفيش طرد، مفيش حاجات غير يعني ايه استثنائيه كانت بتحصل في المباريات. لو ماتش ماشي طبيعي كده يبقى الكفه، انا في وجهه نظري كفه هولندا اقرب. فعشان كده بقول للمنتخب المغربي بصراحه النهارده عايز النهارده تسطر اسمك بقى، تكسر كل الارقام. اول منتخب افريقي في التاريخ يوصل سيمي فاينل، اول منتخب عربي يوصل سيمي فاينل، وكمان ايه بقى؟ هتلعب ماتشين يعني بعد هتلعب يعني مش تخرج يا فاينل يا ثالث ورابع. لا فاينل ثالث ورابع صحيح. فان شاء الله باذن الله ان المنتخب المغربي باذن الله يشيل كل الضغوط من عليه ويلعب بوزن النهارده. كل الضغوط النهارده كانت على اسبانيا. اسبانيا لعبوا النهارده مباراه مضغوطين بطريقه كل وقت ما بيمر حقيقي. ومرابط بصراحه النهارده عايز احييه، سفيان مرابط النهارده عمل مباراه عظيم. عالميه.